كذلك. حاضر. لأنه فيش مديرها للأسف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من حاجز مخيم شعفاط. نحن هنا أمام الحاجز، يعني نشاهد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تتواجد في مخيم شعفاط، واستمرار حصار المخيم لليوم الرابع على التوالي، وخاصة بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين أحدهما بجروح وصفت بالخطيرة، وضعه الصحي ما زال تحت الخطر بحسب الإعلام العبري. هنا تحدث عن أكثر من 100,000 فلسطيني محاصر داخل مخيم شعفاط، يتواجدون في الداخل، حرموا من مقومات الحياة بالتواجد بالذهاب إلى مدارسهم وأعمالهم، وأيضا الحياة الطبيعية بالتنقل بين أحياء مدينة القدس بسبب هذا الحصار الذي فرض على المخيم. قوات الاحتلال تمنع الدخول والخروج من وإلى مخيم شعفاط. نتحدث عن تفاصيل في كل ما يحصل هنا في مخيم شعفاط، وخاصة مع الاقتحامات المستمرة للمخيم. معنا هنا الناشط المقدسي أستاذ محمد أبو الحمص، يعطيك العافية. السلام عليكم، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. نعم، يعني مثل ما نشاهد اليوم الرابع على التوالي ومخيم شعفاط محاصر، اقتحامات مستمرة، إطلاق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الغاز المسيل للدموع. نتحدث عن يعني الوضع داخل المخيم، كيف هو الوضع اليوم؟ يعني كيف احنا بنسمع ومتابعين يعني من الأقارب اللي جوا والناس، يعني خاصة في هذه اللحظات يعني بتحدث عن سيارة المي العادمة دخلت، اللي هي صرنا احنا كمقدسي صرنا ننمرها رقم اثنين. هذه الميه فيها المي الكيماويه فيها صعبه كثير ريحتها، وفي نفس الوقت يعني البيت اللي بتيجي عليه بيضطر نحمل العفش يكبه، فبحاولوا يمارسوا هلا في هذه اللحظات هو العقاب الجماعي. ضل اليوم الرابع بيمارسوا عقاب جماعي على اهالي المخيم بحجه انه بيطاردوا الشاب اللي اطلق النار. اطلق النار شاب، بس شو ذنب 100,000 شخص فلسطيني كانوا بيعانوا من المعاناه اليومية وكل لحظة بلحظة وكل دقيقة من قنابل الصوت، من الرصاص المطاط، من الرصاص الحي، من المي العادمة، من الغاز، وفي نفس الوقت فقدوا المواد التموينية في الدخين. يعني كيف بنسمع انه انا يعني قبل شوي شفت رجل حامل الخضرة والخبز، لانه وضع صعب كثير ومعاناة، وهذا عقاب جماعي. رغم انه شفنا يعني في احداث لفلسطينيين من استخدام المستوطنين لاطلاق نار على فلسطينيين تم استشهادهم، ما شفنا إغلاق على هذا الحي اللي منه خرج هذا الأرعن وقتل فلسطينيين، أو زي ما صار في عائلة دوابشة اللي تم حرقها وهي نايمة، ما شفنا هذا الحصار على هذيك المستوطنة. وللأسف يعني زي ما نشوف اليوم بتألقوا قاعدين أعضاء الكنيسة وخاصة من اليمين متطرف على هذا المحسوم، بيهددوا بتوعدوا، خاصة زي ما شفنا قبل ساعات وزيرة الداخلية شكيت اجت هنا برضه تتوعد. ولكن احنا ان شاء الله بنقول احنا شعب فلسطيني تعودنا على المعاناة، ان اكثر من 70 سنة بنعاني، ولكن رغم هيك راح يبقى الاحتلال لا زوال ان شاء الله. نلاحظ هناك تخبط في حكومة الاحتلال مع استمرار مطاردة الشاب الذي نفذ عملية إطلاق نار هنا على حاجز مخيم شعفاط، يعني حتى هذه اللحظة لم يتم القبض عليه. يعني هذا يعتبر يعني هل يعني هو يعتبر فشل في حكومة الاحتلال في يعني، وخاصة بالتخبط الذي نشاهده واقتحامات المستمرة لمخيم شعفاط وتنفيذ الاعتداء الجماعي الذي يحصل داخل مخيم شعفاط؟ طبعا يعني هم مارسوا واستخدموا كل ادوات التكنولوجيا الحديثه من الطيارات ومن تكنولوجيا مراقبه الخطوط والاقمار الصناعيه من اجل مطارده هذا الشاب، ولكن للاسف بعد ما فشلوا بلشوا يمارسوا العقاب الجماعي على اهله وعلى اهالي الحي، حتى الناس المجاورين لبيته بلشوا ينتقموا منهم. يعني الصبح الساعه 3 لما دخلوا يقيسوا البيت تبعهم ازعجوا الجيران، وقبل ما نقيس المسافة بين البيت والبيت، يعني كل هذا إزعاج وفي نفس الوقت إرهاب للناس من أجل أنه يعني يخافوا من وجود من اللي فكروا الناس أنه هذا الجندي البعبع اللي رح يطبع الفلسطينيين. ولكن الحمد لله رب العالمين أهالي القدس وأهالي فلسطين بشكل عام، كان من نابلس ولا من الضفة الغربية بشكل عام، والكل شفنا معاناتنا قدام العالم كليته،
ولكن ما تأثرنا، كان اعتدوا على طفل وعلى نساء يوم يوم السبت في المولد النبوي، شفنا كيف همجيتهم واعتدائهم، شفنا كيف بأخذ الهوية من شاب وبوقعها على الأرض وبدعس عليها في إجره، يعني كلها إذلال للفلسطينيين، ولكن احنا بنقول هذا الإذلال إن شاء الله بأجر عند ربنا، لأنه هم لا زوال إن شاء الله. يعني أشير إلى نقطة أن تنفيذ عملية إطلاق النار كانت في عشية ذكرى احتفال الفلسطينيين بذكرى المولد النبوي في المسجد الأقصى المبارك، وما شاهدناه من اعتداءات أو محاولات تنغيص للاحتلال لفرحة المقدسيين ذاك اليوم عندما قام اعتداء على المقدسيين في منطقة باب العمود تحديدا، وتنتقلت أيضا إلى أسواق وشوارع مدينة القدس. لنستمع في نفس الليلة عن عملية إطلاق نار في مدينة القدس، وحتى هذا اليوم انتهاكات الاحتلال ما زالت مستمرة في مدينة القدس وتحديدا المسجد الأقصى المبارك فيما يعني ما يسمى بحلول عيد العرش اليهودي. يعني هذه الاقتحامات التي نشاهدها اليوم في المسجد الأقصى المبارك وأيضا اعتداءات الاحتلال على المتواجدين، يعني هل تثني المقدسيين عن التواجد إن كان على المسجد الأقصى المبارك أو حتى في مدينة القدس، ينجح الاحتلال في تهجير المقدسيين من مدينتهم؟ طبعا يعني للتذكير وللعلم، يعني اللي تابع السنة اللي فاتت برضو مولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، وأيضا إسراء المعراج بخروج الكشافة المقدسين وتجولهم بالقدس وبالبلد القديمة حتى وصولوا لساحات المسجد الأقصى، بعد ما يدخلوا درجات باب العمود لا يريق للاحتلال، ببلش يستخدم العنف، بيكون مهيئ الخيال مهيئ العادمة وبلش يقمعوا. شاهدنا كيف قمعوا الأطفال وهم ماشيين بالشارع بالعصب والدبسات، اعتدوا على النساء، كل هذا الشيء بيولد عند الفلسطينيين ردة فعل. نحن بنتعامل دائما بردات فعل، للأسف إمكانياتنا بسيطة، ولكن ما شاهدناه في اقتحاماتهم من المسجد الأقصى وابعاد الفلسطينيين المسلمين عن أداء صلاتهم في داخل المسجد الأقصى من صلاة الفجر من أجل تهيئة المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى تكون فارغة من المرابطين والمرابطات والمصلين والمصلات، حتى الأطفال منعوهم. يعني اليوم كانت على صلاة الفجر من سن الأربعين سمحوا للدخول، بعد فوق الأربعين بعدين كانوا فوق الخمسين، فكان الأقصى فارغ من سبب أنه هم مش معنيين يكونوا في حدا في المسجد الأقصى. فكل هذا بيعطي ردات فعل، وردات الفعل دائما إحنا بنتلقاها وبنقول الحمد لله رب العالمين، ولكن ردات فعلهم هي بتكون قوية وبتكون همجية وبتحاول تمارس العقاب الجماعي، ولكن احنا بنقول الحمد لله رب العالمين انه الاقصى حتى هذه اللحظه رغم الابعادات والتجديدات، يعني حتى نفيس خويس اللي عمرها تقريبا 80 سنه اليوم تم اعتقاله وابعاده، وهي مو بعد عن المسجد الاقصى ولكن ابعدوا عن البلده القديمه، يعني انا نفسي مبعد، صار اكثر من 300 واحد مبعدين، رغم انه هذا الشيء ما افرغ الاقصى، الناس بتتواجد وبندعي ان شاء الله دائما انه الناس تنزل على المسجد الاقصى وتنزل على درجات باب العمود، مش طالبين احنا ولا شيء، طالبين منا بس فقط انه نصلي وندعي انه يا ربنا يزيح الغيمه عننا، يعني وبالذات انا بقول يعني جينا اليوم على سبيل انه في صلاه المغرب على مؤازره لاهالي مخيم شعفاط، فيعني لازم احنا كمقدسيين اليوم المعاناه كثيره علينا وبدناش نقول كل يوم اكل الثور الابيض. أيضا نشاهد أيضا حتى أن أهالي المخيم لا يستطيعون الوصول لهذه المنطقة حيث نقف نحن هنا بسبب الحصار الذي فرض عليهم. شكرا تواجدك معنا في هذا البث المباشر، وأشير إلى نقطة أن ما يحصل هنا يعني هو ليس عقاب جماعي، العقاب الجماعي هو لمن يعني يرتكب الخطأ، هو انتقام جماعي لجميع أهالي المخيم. تحدث عن 100,000 مواطن تم الاعتداء، تم محاصرتهم داخل مخيم شعفاط، هناك منهم المرضى منهم طلبة مدارس لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات أو حتى إلى مدارسهم، أو الموظفين إلى أماكن عملهم، يعني تعطل مناحي الحياة بشكل عام في مخيم شعفاط. نحن نتواجد الآن أمام الحاجز بشكل مباشر ونشاهد يعني الحركة يعني شبه معدومة هنا بسبب هذا الحصار، يعني الدخول والخروج من وإلى المخيم أربع أيام متتالية. إذن كنا معكم في هذا البث المباشر من أمام حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.